أيضا دعونا نرحب بالأستاذ رشيد أبو عبيد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بوشعيب الدكاري بالجديدة. مرحبا بكم سيدي الكريم. مرحبا، شكرا للدعوة. بما أننا في سنة فلاحية استثنائية، طبعا نتحدث عن حلول استثنائية أيضا، هذا التدخل الملكي بضرورة المضي في الإجراءات السريعة والعاجلة والمواكبة، نتحدث عن مبلغ مليار دولار، 10 ملايير درهم، يهدف إلى طمأنة الجميع بأن الدولة ستتدخل لمواجهة كل الآثار المترتبة عن نقص تساقطات المطرية على القطاع الفلاحي. كيف تنظرون إلى هذا التدخل؟ الأكيد أن هذه المبادرة الملكية السامية طبعاً حضرت العديد من الإكراهات التي ترتبط بقلة التساقطات، والتي بطبيعة الحال تطرح العديد من التحديات والإكراهات، بالنظر إلى أن القطاع الفلاحي قطاع مهم في الاقتصاد المغربي، وبطبيعة الحال هناك تركيز كبير على يعني ما يحققه هذا القطاع من ناحية الاقتصادية، وكذلك في تأمين يعني الغداء إلى غير ذلك. ندرة التساقطات وخطر الجفاف الذي بطبيعة الحال يعني بات واضحا له تداعيات سوف يعني كبيرة مرتبطة بما يمكن أن يحتمله هذا السياق من دفع العديد من الساكنة بالعالم القروي إلى الهجرة. يعني هذا بطبيعة الحال يعطي مؤشرات مقلقة، بمعنى أن هذه المبادرة الملكية السامية قلت بأنها استحضرت العديد من هذه المؤشرات المقلقة وعملت على توجيه بطبيعة الحال يعني الحكومة في اتجاه اتخاذ إجراءات استعجالية للحد من الآثار السلبية لهذه الوضعية المقلقة. وبطبيعة الحال هذه المبادرة الملكية تحمل أو تهتم بالعديد من المحاور كما أشرتم إليها في تقريركم، مرتبطة بالرصيد الحيواني وكذلك بالاهتمام يعني بالفلاحين الذين بطبيعة الحال سوف يتأثرون بشكل كبير. وطبيعة الحال أيضا هذه المبادرة تحمل، دعنا نتوقف عند بعض النقط دكتور رشيد أبو عبيد، وهي يعني كثيرة ومهمة جدا. نتحدث عن ضمانات بتوجيه دعم لمن يستحقون في إطار محاور محددة. من الأمور الأساسية في هذا البرنامج مسألة التأمين الفلاحي في زمن الجفاف، تعلمون التأمين الفلاحي لا يشمل كل الأراضي في الدولة. مسألة مهمة أيضا تخفيف الأعباء عن المالية خصوصا على الفلاحين، تعلمون أن الفلاحين يعني أخذوا قروض، منهم من يستطيع السداد، منهم من لا يستطيع السداد، منهم من يجب إعادة جدولته، منهم من يعني مسألة أخرى تتعلق بإشراك كل المتدخلين في القطاع المالي لدعم الفلاحين. أكيد يعني أن هذه قلت هذه التوجيهات الملكية التي حثت الحكومة على اتخاذ الإجراءات يعني في نواحي متعددة، منها ما ينصب على ما ذكرته المتعلق بتدبير يعني المالي ومواكبة الفلاحين فيما يخص طبيعة الحال التزاماتهم المالية في هذه الوضعية وفي هذه الظرفية الاستثنائية، يجب أن يكون دقيقا بالنظر إلى أن يعني هذه الالتزامات طبعا حلها عواقب إذا لم يتم تدبيرها بشكل مناسب. الشيء الذي أشرتم إليه هو أن يعني ليس التأمين الفلاحي طبعا لا يشمل جميع المناطق الفلاحية باستثناء الذين قاموا ب يعني إنشاء مؤسسات وطبيعة الحال قاموا ب يعني بإجراءات القانونية اللازمة لتأمين طبيعة الحال استثمارهم الفلاحي، ولكن الفئة التي لم تقم بهذه الإجراءات سوف أيضا حسب طبيعة الحال وما فهمه هو أنه سوف تكون هناك يعني متابعة شاملة للمناطق الأخرى التي طبيعة الحال لا زالت يعني بعيدة عن ثقافة التأمين الفلاحي وما يمكن أن يحيط بهذه المسألة من أهمية، بمعنى أن هذه الخطة هي لها رؤية استراتيجية لتدبير الأزمة وليست
طبيعة الحال، وتدبير الأزمة يشمل الاهتمام بكل العناصر، بكل المكونات التي تشتغل بالقطاع الفلاحي، سواء كانت مرتبطة بالذين يعني يلتزمون في إطار التأمين الفلاحي ويصرحون بطبيعة الحال بالعديد من الأمور التي تنظم هذا القطاع، وكذلك يعني الممارسات يعني التي تدخل في إطار ربما الممارسات غير شكرا. اقتصاد غير مهيكل، نعم وبالتالي ف يعني هذه المبادرة الاستباقية نتمنى بطبيعة الحال أن يتم تنزيلها بالشكل المناسب للتغلب على الإكراهات والتحديات التي تطرحها هذه الظرفية الاستثنائية. رشيد أبو عبيدة، أستاذ علم الاجتماع بجامعة أبي شعيب الدكري بالجديدة، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة.